تريد تقول للحسين يا مؤمن؟ شو تريد تقولي للحسين يا مؤمنة؟ ها خل قلبك هالليلة يخاطب الحسين. حمد لله وصل عاشور وامتد العمر بي. الله الله. ها اجت ايام المحرم، لا تنسوا امواتكم هالليلة. ما شاء الله من اللي كانوا يتمنوا ويحضر وياك في هالمأتم، ويحضر لك الحسين إن شاء الله. حمد لله وصل عاشور وامتد العمر بي. ورد البث يا بالسور واخدم بالحسين. الحمد لله وصل عاشور وانا بهالسنة موجود. ليش يا مؤمن؟ اروح الماتمك يا حسين ورد البث يا بالسود وزيد على السواد سواد والطم لو قرر رادو. الله يرحم أمواتنا اللي كانوا ويانا في هالمجالس. هدية هدية هذه الليلة إلى علمائنا، إلى أمواتنا من المراجع، من العلماء، من خدمة الحسين، خصوصا إلى أستاذي الشيخ عبد الرسول البصارة. كنا نتمنى أن نسمع هذه السنة الثانية وما نسمع على المنابر. وروح الماتمك يا حسين وريد البس ثياب السوق وزيد على السواد سواد والطم لو قرر رادو. بل جن بالخدم اسمي ومسجل بتعزية. ان شاء الله اكون خادم، يعطوني وسام يقول لي ترى انت خادم للحسين. يا ابو اليمة العمر ذابل واكسر واجمع بدهري دخيلك جاي وترجاك باقي العمر لا خسرة. شنو امنياتك يا مؤمن؟ كم عاشور باقي لي ابكي ويا امك الزهرة. حسين يا ابو اليمة دخيلك جاي وترجاك باقي العمر لا خسرة. كم عاشور باقي لي ابكي ويا امك الزهرة. بعد ولا اريد الثواب منك ولا علي ولا عليك مني. ما اريد الثواب منك ولا اريد اندع بامري. امنيه بس وحده سيدي، بس يمين برك خلني، بس يمين برك خلني ابكي ودمعتي تجري.
ماتم الماتم أوسم بالدمع عيني وأوسم باللطم صدري. وهل دمعي من مصابك والله من يمر طارية. إذا أنت هالشكل ويا ما يذكر لك الحسين تهل دموع عيناك، إذا فما حال فاطمة؟ شلون الزهرة هالليالي؟ شو تقول الزهرة؟ صيح وانا 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 الياسين بدمعته، والله بدمعته على ابن الذي حز رقبته. ايه ولا اه يا ابن الماء الماء حضرت، والله حضرت ولا شيعت جسمه ولا دفنت. اي والله ولا شيعت جسمه ولا دفنت. هذه السهرة ها. بعد زينب شلون حالتها الليلة؟ زينب تتمنى زوار الحسين عدها الليلة، زينب تتمنى المعزين عدها الليلة، وهي اللي شافت هالمصائب. شافت زينب من مصائب؟ قالت خويا يا خويا خويا آه يا فقد الأحباب الأحباب أشموحش يا دور الأطياب. اي والله لن صوتي صوتي ورا الباب، انا معباس انا معباس جيتك لا تفترين وحسيناك.